السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب الصف الثالث الابتدائي، أهلا ومرحبا بكم في شرح يونت جديد من كتاب كونكت بلس. النهاردة هناخد يونت 10. اسم اليونت بتاعي We Love Adventure. We Love Adventure. We Love Adventure يعني إحنا بنحب المغامرة. أغلب الكلمات النهاردة لو أنا مثلا رايح رحلة أو بدور على شيء، في شوية حاجات لازم تبقى معايا أستخدمها علشان أدور على حاجات معينة. دي محور الكلمات بتاعتنا النهاردة في اليونت. أول كلمة عندي كلمة attract يعني ينجذب، compass بوصلة، magnet مغناطيس، magnetic field يعني مجال مغناطيسي. يعني ايه كلمة مجال مغناطيسي؟ هي المساحة او المساحة اللي بتكون حوالين المغناطيس، هي المنطقة اللي بيتم فيها عملية جذب المعادن ما بين المغناطيس والمعدن نفسه. بعد كده عندي كلمة navigate. navigate يعني يعبر، needle إبرة، pole دي قطب، دي بتكون موجودة في الماجنت اللي خدناها مع بعض في منهج الكونكت، repel يعني يتنافر يبعد عن بعض. ايه الجزء التاني من الكلمات عندي؟ كلمة contact يعني اتصال، fraction احتكاك، pull تنافر، push انجذاب، balance يعني اتزان او توازن، pounce ارتداد حاجة بترد من مكانها، drop تباعد، hit تصادم، land هبوط يعني حاجة بتنزل على الأرض، مثلا زي الطيارة لما بتكون طيارة وتيجي تنزل على الأرض اسمها landing، عملية اللاندنج الهبوط. وآخر كلمة معايا كلمة roll. roll يعني تمايل، حاجة بتميل. هنيجي دلوقتي للجزء الخاص بالجرامر، ونفتكر ان احنا اخدنا في جرامر يونت 9 اف conditionals اللي هي حالات اف. اخدنا الزيرو كونديشن الحالة الصفرية، واللي قلنا كنا بنعبر بيها عن فاكت، عن حقيقة او حاجة ثابتة موجودة عندنا او بتتعمل. النهاردة هناخد الحالة الاولى الفيرست conditional. بعبر عنها ازاي؟ باول حاجة ببدأ بكلمة اف اللي هي لو، بعدها two sentences. أول sentence بتكون في زمن المضارع البسيط ال present simple، بعد كده بحط comma، بعد كده الجملة التانية بتكون في زمن المستقبل البسيط اللي بعبر عنه باستخدام كلمة will زائد فعل في المصدر بدون أي إضافات. بستخدمها عشان أعبر عن إيه؟ الحالة الأولى، عشان أعبر عن موقف محدد ممكن حدوثه في المستقبل، يعني حاجة معينة محتمل حدوثها في المستقبل. زي ايه مثلا؟ عندي في first example if you study لو انت ذاكرت you will pass the exam هتنجح في الامتحان او هتعدي الامتحان. يبقى لو ذاكرت هنا حدد لي لازم شرط. اول حاجة لو ذاكرت if you study you will pass the exam هتنجح في الامتحان او هتعبر الامتحان. طيب في عندي موضع تاني بالنسبة لكلمة اف. اف ممكن تبدأ في البداية وممكن تكون في النص. طب لو جت لي في النص يا مستر نعمل ايه؟ انا كنت بقول دايما ان بعد كلمة اف، بعد كلمة اف بيجي بعدها جملة المضارع البسيط. طب دلوقتي احنا حطيناها في النص، هنعمل ايه؟ جملة المضارع البسيط زي ما هي برضو هتيجي بعدها على طول. طيب انا عندي كده، طيب الجملة التانية بتاعت will ومصدر هنعمل فيها ايه؟ هتروح لفة وراكبة، هبدأ هي اللي بيها الجملة. ازاي الكلام ده؟ عندي مثلا في الاكزامبل نمبر 2 بيقول لي you will pass the exam if you study. هو نفس المثال الاولاني، بس انا غيرت الترتيب. او في الجمله الاولانيه كنت بقول if you study مبدا بكلمه if، بعدها جمله المضارع البسيط، وكوما الجمله الثانيه بتكون في زمن المستقبل البسيط اللي هو will
زائد مصدر you will pass the exam. هنا أنا عكست، خليت كلمة if في النص، فطالما جت هنا عندي كان if you study، أهي if you study you will pass the exam، هنا بقت you will pass the exam. الفرق الوحيد اللي ما بين الاتنين إن لما ببدأ الجملة بكلمة if بربط ما بين الجملتين ب كوما، لازم الكوما. لكن لما تكون كلمة اف في النص ما بيكونش فيه كوما، بيبقوا الجملة كلها مرتبطة ببعض بدون اي فواصل. يبقى عندي نقول تاني، لما اجي اعبر عن موقف محدد ممكن حدوثه في المستقبل بستخدم بعبر عنه بالحالة الاولى من قاعدة اف. بتتكون من ايه؟ من اف، بعد كده زمن المضارع البسيط، كوما، الجملة التانية بتكون في المستقبل البسيط بعبر عنه بويل زائد مصدر. ممكن تيجي اف في البداية ساعتها بحط الكوما، لكن لو اف جت في النص ببدأ الجملة بويل زائد مصدر، بعد كده اف، بعد كده جملة المضارع البسيط. وبكده يبقى انتهينا من شرح قاعدة اف. فاضل آخر حاجة معانا، وهي الضرورة وعدم الضرورة أو الإلزام. إزاي أقول لحد أنت لازم تعمل حاجة معينة أو لازم تعملها كنوع من أنواع الضرورة، حاجة أنت لازم تعملها ضرورة عليك إنك تعملها، يجب عليك انك تعملها. بستخدم عندي كلمة must و mustn't. must و mustn't، نخلي بالنا mustn't مش mustn't. انا عندي حرف ال T هنا موجود، ال T دي silent so it is mustn't not mustn't. اسمها ايه؟ mustn't. يبقى الكلمة الأساسية اللي هي كلمة يجب عليك اللي هي must، ولا يجب mustn't. بيجي بعدهم الفعل في المصدر بدون أي إضافة. إزاي بقى بعبر عنهم؟ أقول you must eat fruit، أنت لازم أو يجب عليك إن أنت تاكل فواكه لأن دي مهمة جدا لينا. الجملة التانية لما أقول لحد أنت مش لازم تعمل حاجة أقول you mustn't eat sweets، you mustn't eat you mustn't eat sweets، لا يجب عليك ان انت تاكل حلويات لان احنا عارفين ان الحلويات بتضر بجسمنا احيانا وبتضر باسناننا، بيجي لي فيها تسوس، فانا ممكن اكلها بس بكميات قليله، فمن الاحسن يعني ان احنا ما ناكلهاش. يبقى you mustn't eat sweets، ولو حاجه كويسه زي مثلا الفروت اقول you must eat fruit. وبكده يبقى انتهينا من شرح يونت 10 في منهج الـ Connect Plus، واشوفكم مرة تانية في يونيتات جديدة ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.